عوالق ترابية في مناطق مختلفة وأجواء مغبرة في جنوب المملكة وارتفاع على درجات الحرارة والتفاصيل بعد هذا الفاصل. مساء الخير. إذن يستمر تأثر المملكة بموجة غبارية تؤثر على منطقة الرياض إدارياً والمناطق الشرقية، ويحتمل أن تصل إلى مكة المكرمة ونجران وعسير. وهنالك تنبيه من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب العوالق الترابية، نتمنى السلامة للجميع. نشاهد هنا في صور الأقمار الاصطناعية الواردة لدينا في مركز طقس العرب أن هنالك سحب مرتفعة في المناطق الشمالية من المملكة بمشيئة الله. ننتقل سوية لمعرفة درجات الحرارة لهذه الليلة في العاصمة الرياض، حيث تكون الأجواء مغبرة، تصل درجة الحرارة إلى 27 درجة مئوية وسرعة الرياح إلى 15 كيلومتر في الساعة. أما في 3 أيام القادمة في العاصمة الرياض فتكون الأجواء مغبرة يوم الأربعاء إلى أن تصبح صافية يوم الخميس والجمعة. درجات الحرارة تتراوح نهارا ما بين 40 إلى 43 درجة مئوية وليلا ما بين 29 إلى 31 درجة مئوية ليلا. ننتقل سوية لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة اليوم الغد في مناطق المملكة ونبدأها شمال. في سكاكا من 37 إلى 24 الأجواء صافية، في عرعر كذلك الأمر من 36 إلى 23، في تبوك الأجواء حارة نسبياً من 37 إلى 22 درجة مئوية في ساعات المساء. أما في مكة المكرمة من 42 إلى 28، في الطائف من 33 إلى 23 ليلاً، في المدينة المنورة الأجواء حارة تكون يوم الغد من 43 إلى 31 درجة مئوية، وفي جدة من 35 إلى 26 درجة مئوية في ساعات المساء. أما في أبها هنالك غيوم متفرقة من 31 إلى 18 درجة مئوية، في جازان كذلك الأمر من 36 إلى 28، وفي الباحة من 28 إلى 21 درجة مئوية ليلا. أما في الدمام أجواء صافية من 39 إلى 29 مساء، في الإحساء من 42 إلى 28 درجة مئوية مساء، وفي حفر الباطن من 40 إلى 27 درجة مئوية في ساعات المساء. في الرياض الأجواء مغبرة من 40 إلى 29 درجة مئوية، كذلك الأمر في بريدة من 42 إلى 29، وفي حائل من 38 إلى 24 درجة مئوية والأجواء حارة نسبياً. إذن كانت هذه أبرز المعلومات الواردة لدينا هنا في مركز طقس العرب. إلى أن نلتقي في نشرات قادمة، دمتم في أمان الله.